صوت الصحافة، صوت الخبر اليقين. شوية 44,044 ألف هذا شوية ماين خرج قال لهم حولي ب 16,000. فين كاين شي حولي ب 16,000؟ المغرب كامل ما كاينش حولي ب 16. والعلف راه غالي، جابتو له وقت الخلا كاين. الحولي كان كياكل 10 دراهم في النهار، كياكل دابا 25. شاد شي دعم يجيني شي واحد من السلطه نعطي لاكاط ونمشي معاه فيما بغيت. لا استفدت شاد الدعم ما تعطاش لا فلاح صغير لا كبير، داو الناس الشخصيات. ثمنه كيبقى فك، هو مأثر وتمأثر، هو مريض وتمريض. مصطفى كيسكن جيت 2 طوالع مذاكره. اش تقدر تقول لنا على هذا العام ديال بالنسبه لو واش كاين شي اقبال على الحولي ولا لا؟ كاين الاقبال، ولكن كاين الثمن طالع شويه، طالع شويه. حساب العلف، العلف واش على حساب الاسعار؟ والدوله ما دايره والو، ما مدعماش لا والو، ما مدعمه ما والو. على حساب ما كاين دعم، لا والو، ما كاينش الدعم كاع. على حساب ما يقال كيقول هو خارج الدعم، ولكن كاين اللي وصل لي وكاين اللي ما وصلش لي. كاين اللي وصل لهم؟ على حسب ما يقال كيقول لك كاين حولي 16,000. لا ما كاينش، لا ما يكذبش عليك. كحوليه ما كايناش ب 16,000 اللي يعيد عليها هنا شي واحد شي درويش ولا ما يعيد عليها. يكذب على كاذب، يكذب على كاذب. الحولي راه من الصغير شويه راه ب 40,000 44,000. هذا شويه ماين ديال درويش وما يقنعوش. اما ذاك العام كان ضرب ب 40 ريال 44، هذا ولات 110. الشعير كان ب 34 ريال داير 110. كي غيدير الفلاح؟ الله يحسن العول اللي غيعيد، والله يحسن العول اللي غي. اش تقدر تقول لنا خويا؟ كل واحد كيدير رزقه. هو الثمن كاين، اشنا هو اللي زايد الثمن؟ هو الاسعار، الاسعار هي اللي مطلعه الثمن. الحولي مثلا، الحولي كان كنجيبوه ب 10 دراهم، كنجيبوه ب 40 درهم 50 درهم. الحولي كان كياكل 10 دراهم في النهار، كياكل دابا 25 درهم. ضربها في 3 شهور حتى حسب شحال. هذا كنقولوا 46 48. المهم اذا حولي بالنسبه لواحد دريويش، اما شي واحد مولا وليدي تحدو بزاف ما يقنعوش، ما يقنعوش صراحه. العيد الكبير اخويا اش نقول لك؟ السلعه غاليه، والسبب ديال السلعه هو الاثمنه ديال العلف. الدرهم 120، الشعير 100، الفاصه كنا نشريوها ب 800 2200. ما كاين لا دعم للفلاح لا والو. الحكومه كتضحك على عباد الله وصافي. خرج قال لهم حولي ب 16,000. فين كاين شي حولي ب 16,000؟ المغرب كامل ما كاينش حولي ب 16. 32 باش شايرين صغار غيخليهم العام الجاي. فين هو حولي ب 16 وكيتبت في عباد الله؟ كاين والو هادشي، والو هادشي ما كاينش منه. شحال الخير؟ شحال هادو؟ راه 74,000. يلا يلا كي غدير ريم يلا. واللي ما عندوش مساكن، وحنا كنبيعوا الراجل كنقولوا ليه الثمن وكيبقى فك. هو مأثر وتمأثر، هو مريض وتمريض. كي غادي حولي ديال العيد العام؟ الثمن كنكابدوا الحر ديال العياد كثار من روسنا. حنا الله يحسن العون، الكساب هو الاول قبل العياد، حيت الكساب مزيود عليه الثمن كثار من العياد. حولي كتاخذي ب 1000 درهم، 1400 درهم، 1300 درهم، كتضربي في 12 شهر كياكل تقريبا 15 درهم مجريه. وحساب شحال ديال الاثمنه كياكل؟ 9000 ريال في الشهر. واش غير بالنسبه في العلف؟ لا لا غير العلف. العلف دابا الدوله هي مدعمان، اللي قال شي دوله ولا شي حاجه انا نعطي لاكارطه ديالنا ما كاينش اللي شاد الدعم. ها هو لاكارط ديالي انا نعطي لاي واحد، لا شاد شي دعم، يجيني شي واحد من السلطه نعطي لاكارط ونمشي معاه فيما بغيت. لا استفدت شاد الدعم انا. ما تعطاش لا فلاح صغير لا كبير، داو الناس الشخصيات، داو الناس الشخصيات. عندنا البلايص فين محطوط العلف كاين وما عطاوناش منه حاجه. هاش خايشه اش غدير له؟ بعد ما دير. شنو هو الميساج ديالك او الرساله ديالك؟ الميساج ديالي للحكومه ما كاين حتى حاجه، ما كاين حتى حاجه. سا
علينا الحكومه كاين حتى حاجه خدامه الراسه ما خدامه الشعب، والشعب كيتلاقط مع بعضياته. عارف الوزير باغي يدير الفتنه، باغي يدير الفتنه. اعطيك 16000 سير شري هدابك السابي وخليت العام الجاي، والله لا باعوا لك ب 16000. مشكل دابا حنا العيد هو هذا وتلبيعوا ب 68 70 ومبروك عواشركم، والعلف راه غالي، جابتوا له وقت الغلا كاين، الزرع داير 6 دراهم للكيلو، والنخاله دايره 25100، والتخليطه دايره 3400، والبال داير 700 600، هذا الشيء اللي عطى الله. الله يجعل البركه، كل شيء معيد، كل شيء بخير وعلى خير الحمد لله. لا تستعملوا السردي تقريبا ديال البروج بني مسكين يوسف مع قيسير مع هذا هما اللي نديروا حنا الغنم السرديه. نعم لا الحولي ديال 16000 هذا العام كاع ما كاين. لا كاين هاو هاو راسك حتى واحد. الحولي ديال 16000 ما تصيبوش هذا العام نهائيا. وتقريبا راه غادي يعيد، راه كاينه الغنم مخلطه. كاينه الصغيره كاينه. الله الخير جهدوا. ها خود جهدوا. كله جهدوا. مالك؟ اخويا هذاك صوت الصحافة. صوت الخبر اليقين. صوت الخبر اليقين. 3W. Voix presse.